السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا الطلبة في استكمال مقرر مبادئ الإلكترونيات. واليوم بنبدأ مع الوحدة الثالثة بعنوان بايبولر جانكشن ترانزستور، وحندخل في المحاضرة رقم 18 ترانزستور كونستراكشن اند اوبريشن. الصورة التعبيرية اللي أمامك هي عبارة عن صورة الترانزستور، وهو أول ديفايس بمر علينا وبيمتلك ثلاث أطراف توصيل، طرفين للمقاومات، طرفين للديودات، طرفين للمقاومة، لكل الأجهزة اللي أخذناها الكاباسيتور الاندكتور. اليوم حندرس اللي هو devices with three terminals. هذا مما يجعل إنه في عندي two terminals حيكونوا input و two terminals حيكونوا output، وفي واحد منهم حيكون مشترك. عشان هيك هتلاقي عندك من ضمن المقرر في عندك اللي هو common base configuration، common emitter configuration، وكومون كوليكتور كونفيجريشن. اذا الوحده هذه هي بتحطك على بدايه الطريق لتفهم ايش يعني الترانزستور، كيف بتوصل الترانزستور وكيف بتشغله. حتسالني سؤال، حندخل اشاره اي سي؟ لا، مش حندخل اشاره اي سي. الوحده الثالثه فقط بتدرس الترانزستور عندما يكون في وضع التشغيل. ايش معنى وضع التشغيل؟ انك انت حاطط الدي سي فولتجز ومشغل جميع الاطراف جاهز لاستقبال الاشاره حسب ما بدك. حندرس المواضيع الموجودة أمامك، وكلها عبارة عن مقدمات لتمهد لك الطريق للتطبيقات اللي هي محاضرة الوحدة الرابعة. بالنسبة للبايبولر جانكشن ترانزستور، كلمة بايبولر معناتها ثنائي القطب، وجانكشن اللي هي وصلة، اللي هي جاية من بي ان جانكشن. فمن أين أتت كلمة بايبولر؟ إنه هذا الترانزستور يعمل من خلال الالكترونات والهولز، وبالتالي كل من الالكترونات والهول بشكل التيار الرئيسي. وفي بعض المراجع بتقول لك انه بايبولر جانكشن ترانزستور يعني انا في عندي 2 بي ان جانكشن، لكن المرجح اللي هو انه الهولز والالكترونز هي اللي بتشارك في عمليات التوصيل. في البدايه دائما مع بدايه اي وحده لازم احط الاهداف اللي انا بدي احققها من هاي الوحده، حتى لما نوصل لنهايه الوحده نشوف حالنا حققناها ولا لا. اول هدف حتسالني اياه هقول لك هو عباره عن to be familiar with the construction of bipolar junction، يعني عارف من تركيبه من ايش مكون، كيف تتعامل معه. النقطه الثانيه تعرف كيف تحطه في موضوع وضع التشغيل اللي هو بنسميها البايسنج او البروبر بايسنج لهدف معين اللي هو الاكتيف ريجن، وايضا تستطيع فهم خصائص الان بي ان والبي ان بي ترانزستور، ومن ثم تستطيع انك تتعامل مع البارامترز الكثيره والمهمه اللي حتلاقيها في الداتا شيت لاي ترانزستور حتشتريه عشان تعرف اين يمكنك الاستفاده من هذا الترانزستور. ف اذا عرفت انك تربط الامبورتنت بارامترز حتعرف تحدد اللي هو استجابه هذا الترانزستور. بدايه لما بتيجي تطلع انت على الترانزستور، هو عباره عن سيمي كوندكتور ديفايس، وسيمي كوندكتور سيليكون مطعم بماده البي تايب والان تايب، الا انه يقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى اللي هي الامبليفاينج ذا سيجنال أو سويتشنج. فلما احنا ندرس كلمة امبليفاينج ذا سيجنال معناته احنا بندرس الكترونيات التناظرية، أما لما بندرس سويتشنج معناته احنا بندرس ديجيتال الكترونكس، الالكترونيات الرقمية. إذا الكورس اللي احنا متخصصين فيه اليوم هو كورس الانالوج الكترونكس، عشان هيك سميناه الكترونيات واحد. بالنسبة للترانزستور حسب منطقة التشغيل اللي أنت بتضعها فيه، إما بيشتغل امبليفاير أو بيشتغل سويتش. وهذا الكلام حيتضح لك في المحاضره القادمه. اما كل اللي بدك تعرفه الان انه يقوم بوظيفتين، انه عباره عن الكترونيك سويتش، لانه انت بتعرف الكمبيوتر عباره عن 0 1 وبالتالي عباره عن سويتشز تفتح وتسكر او تكبر الاشاره. الاشاره قد تكون رادار، قد تكون صوتك، قد يكون اشاره جايه من القمر الصناعي لاشاره التلفزيون حابب تكبر عشان تعرض الصوره. كل اللي بيقوم فيه مين؟ الترانزستور. والترانزستور حقق انتشار واسع جدا ل رخص ثمنه، فترة حياته طويلة، بسخنش زي الصمامات اللي كانت تستخدم في الجيل السابق من الإلكترونيات. إذا حجر الأساس في علم الإلكترونيات أو الإلكترونيات العصرية هو الترانزستور. والترانزستور يتكون من ثلاث أطراف، هذه الأطراف لها اسم مشهور جدا. الاسم الأول هو نسميه الإميتر والبيز والكوليكتور. والإميتر بالعربي الباعث، البيز اللي هو القاعدة والمجمع. لكن بدي إياك تعرف إميتر بيز كوليكتور. لما بتكلم على تيار الإميتر بقول IE، لما بتكلم على تيار كوليكتور بقول I كوليكتور، لما بتكلم على فرق الجهد ما بين الإميتر والبيز بقول V
في اي بي, او اذا بتكلم على تيار او جهد الكوليكتور والبيز بقول في بي سي. مثلا الاحرف الاولى هذه هتلاقيها بتستخدم معاك دائما في الترميز. بالنسبه لوجود ثلاث اطراف, هذا يعني انه الجهد المطبق او التيار اللي مارر في احد الاطراف يتحكم في الاطراف الاخرى. بمعنى اخر انه الانبوت بده يتحكم في مين, في الاوتبوت, او بطريقه باخرى هيك بيعمل الترانزستور. ولان الترانزستور تحصل منه على باور عالي فهو بيستخدم على شكل امبليفاينج سيجنال. هذه معلومات عامه ممكن تجدها كاحد المقدمات في مواقع الانترنت اذا بحثت على كلمه ترانزستور. نيجي الان لتركيب الترانزستور. تركيب الترانزستور زي ما قلت لك هو عباره عن ماتيريال من السيمي كوندكتور ماتيريال, ولكن عمليه التطعيم تمت بحيث انك طعمت بي تايب بي تايب, والوسط طعمته بالان تايب, فصار عندك الترانزستور من النوع ان بي ان. اما اذا طعمت الاطراف بالبي تايب او بالان تايب فصار عندك الوسط بالبي فصار ان بي ان. هذا فقط اللي مختلف. كذلك بدي اياك تعرف شغله معينه, انه يوجد لديك تو بي ان جنكشن, واحده ما بين البي تايب والان تايب والثانيه ما بين الان تايب والبي تايب, اذا كان هذا اميتر بيز كله. هيك انت بتكون صنعت اول ترانزستور. والاميتر بالذات تطعيمه بيكون فيري هيفي, يعني حاملات الشحنه بتكون وفيره. اما القاعده والبيز فهي عباره عن طبقه رقيقه من البي تايب ماتيريال او الان تايب ماتيريال على عكس عكاس, وتطعيمها ضعيف جدا. اما بالنسبه للكوليكتور فتطعيمها وسط, ولكن اذا طلعت على مساحتها بتلاقيها اكبر من الاميتر. اذا اكبر حجما الكوليكتور ثم البي ثم الاميتر ثم البيز. اما بالنسبه لمقدار التطعيم فالاكثر وفره هو الاميتر ثم الكوليكتور ثم البيز. طبعا هذا فكره تصنيع اللي هو الترانزستور. الترانزستور له ثلاث اطراف, اميتر بيز كوليكتور, وله يوجد فرق ما بين الان بي ان او البي ان بي الا فقط في اتجاهات تدفق التيار بس. اما نفس البرنسبل ونفس الايش المبدا التشغيلي. وبذكرك مره ثانيه انه بالجمله الاخيره ذا بيز از لايتلي دوبت, ذا اميتر از هيفيلي دوبت, والكوليكتور مودريت يعني وسط. التوصيل للترانزستور بيتم من خلال انك انت بتوصل الاميتر والبيز بحيث يكون الانحياز امامي فورورد بايس, هذه قاعده. اما بالنسبه للكوليكتور والبيز هذا انحياز عكسي. هيك انت بتحط الطرف السالب للبطارية على الان تايب, اما الطرف الموجب للبطارية بتحطه على مين؟ على الان تايب. هذا انحياز عكسي, هذا انحياز امامي. بدي اياك هذا الكلام تكون متاكد منه كويس. الجهد الانحياز الامامي بسميه في اي اي, والحرف الاي جاي من الاميتر, وهذا في سي سي, وكلهم كابيتال لتر, بنتكلم على دي سي. اذا اخذت فرق الجهد ما بين النقطتين هذول هذا بنسميه في اي بي, هذا بنسميه في بي سي. وبالتالي المفروض يكون في عندك تيار للاميتر, تيار للبيز, تيار للكوليكتور. بس انا في البدايه بدي اياك تعرف كيف توصل للترانزستور. فاذا اخذت الترانزستور من النوع البي ان بي كيف بدك توصله؟ حتاخذ الطرف الاميتر حتحطه على القطب الموجب للبطاريه, والكوليكتور على الطرف السالب للبطاريه لانه برضه من البي تايب. اذا حققت انت شرطك اللي هو فورورد بايس على الانبوت سيركت وريفرس بايس على الاوتبوت, اذا اعتبرت الاميتر بيز هذا الانبوت واعتبرت هذول مين الاوتبوت. هيك انت بتكون حطيت الترانزستور في مرحله الاستعداد لتكبير الاي سي امبليفيكيشن, تكبير الاشاره. فبالتالي ماذا فعلنا هنا؟ اخذت الترانزستور اللي شريته من الشركه, حطيت عليه جهد انحياز امامي جهد انحياز عكسي, هيك بيكون الترانزستور شغال وتتدخل الاشاره بعد ذلك عليه. احنا في الشابتر هذا مش هندخل اشارات, لكن هنتعلم كيف نفهم الترانزستور. طيب نيجي لمبدا العمل. لانك وصلت الترانزستور الانبوت حطيته عليه فورورد بايس, اترك لي موضوع اللي هو الكوليكتور مع البيز, اعمله اوبن سيركت. لما بتتكلم هنا ايش بكون عندك؟ بكون عندك بي تايب ماتيريال ان تايب ماتيريال, وفي بينهم ديبليشن ريجن. حتحط موجب على البي تايب وحسالب على الان تايب, فتضيق الديبليشن ريجن رقم واحد, ويصبح هنالك تدفق هائل من الميجوريتي تشارج كارير اللي هي الهولز في هذا الاتجاه. هذا نفس الكلام زيه زي مين؟ زي الديود. لكن لان التطعيم البي تايب الان تايب ماتيريال صغير جدا, فان العدد الهائل من الهولز لن تجد متاحا لها انها تتدفق باريحيه وين؟ في البيز.
إذن هنالك هدف رئيسي من جعل البيز صغيرة جدا، إني أنا أضيق على الإلكترونات أو على الهول إنها تتدفق في هذا الاتجاه. في المقابل انتبه للحركة هذه، الريفيرس بايس إيش هيعمل في الترانزستور على الكوليكتور بيز؟ هيخلي الدبليشن ريجن أسمك. لاحظ السمك ما بين، يعني هنا رقيقة لا كاد ترى بالعين مش موجودة، هنا صارت إيش؟ سميكة. الطرف السالب إيش هيعمل؟ هيسحب الهولز من البي تايب ماتيريال، وهيسحب الإلكترونات من البيز، لأنه البيز عبارة عن إن تايب ماتيريال، وانت حطيت عليهم ايش؟ قطب موجب قطب سالب عشان تعمل انحياز عكسي، فالديبليشن ريجن كبرت. تستنتج شغلتين، الشغله الاولى انه نو كارنت فلو، رقم اثنين انه التيار الوحيد الذي يتدفق هو تيار الماينوريتي تشارج كارير. اتذكر معايا انه في عندك ماينوريتي تشارج كارير مصدرها مين؟ التاثير الحراري على الديود لما بيكون في حاله الانحياز العكسي. الان بدي ادمجهم مع بعض واشوف التاثير. احنا طبعا بنلاحظ هنا انه تم توصيل جزء فورورد بايس والجزء الاخر ريفرس بايس. شوف هذا الكلام كيف بده يؤثر على الانيميشن اللي انا بدي اعرض لك اياها الان. هنا بدي اورجي لك، انا بديت ببيور سيليكون كالمعتاد، وبيور سيليكون طعمته بان تايب ماتيريال، طعمته ب اللي هو خليته بي تايب ماتيريال عن طريق الثلاثي التكافؤ، لما جمعتهم مع بعض تكونت عندي بي ان جنكشن. لو حطيت طرف هنا وطرف هنا صار عندي دايود. اما بالنسبه للترانزستور فهم ثلاثه، 2 بي و1 ان او العكس. فلما بيكون انا عندي 2 ان بهذا الشكل واللي في الوسط حيكون بي، فهذا حيكون اميتر بيز كوليكتور. نفس الكلام لو انا صممته عن طريق البي ان بي، فبالتالي تطعيم عالي تطعيم قليل جدا تطعيم وسط، برضو اميتر بيز كوليكتور. ولما تشتري اي ترانزستور حتكون معلم عليه المناطق الثلاثه هذول. الترانزستور في الوضع الطبيعي هو عبارة عن two junction، شايفها هاي الجنكشن الأولى وهي الجنكشن الثانية. هذا الترانزستور من النوع الـ NBN، معناته هذا N، معناته هنا وفرة من الإلكترونات، وهنا في عندي holes في مين؟ في منطقة الإيش؟ في منطقة البيز في عندي مين؟ في عندي hole. وما بين الـ N والـ B إيش في موجود عندي؟ موجود منطقة depletion region، والdepletion region زي ما أنت عارف هي عبارة عن منطقة استنزاف، حيث يوجد هنا holes أو أيونات موجبة وهنا أيونات سالبة. المهم لما أنا أحط الآن forward bias ايش بصير؟ القطب السالب بيدفع الميجوريتي الكترونز في اتجاه مين؟ في اتجاه البيز، والهول بتروح في اتجاه مين؟ الاميتر. فبتنهار منطقه الاستنزاف ويصبح العدد الهائل جدا من الالكترونات الموجوده هنا يتدفق بشكل طفيف جدا وين؟ عبر اللي فورورد بايس. اذا انت ماخذ 1 إلى 100 مثلا من الالكترونات، طب ال 99 الكترون اللي موجودين هنا وين بدهم يروحوا؟ الان خد بالك لما تشوف كيف بده يصير. الفكره هنا هيفلي قليل معناته مقاومته عاليه، وهنا مودريت. هلقيتها السبيل الوحيد لهي الالكترونات انك انت تسمح لها تمر وين؟ تمر عبر الكوليكتور. طب كيف بدك تسمح لها تمر عبر الكوليكتور؟ فبدك تروح تحط هنا انحياز عكسي، معناته الان تايم حتحط عليه بي، فبالتالي هذا بصير جهد موجب، فحيسحب الالكترونات الموجوده هنا وين؟ في هذا الاتجاه. اذا الانحياز العكسي هذا ايش عمل؟ كبر الدبليشن ريجن، ولما زاد الجهد تبع الانحياز العكسي اعطى طاقه للالكترونات الموجوده في الاميتر انها تتدفق وتكمل المشوار عبر مين؟ عبر الكوليكتور. اذا التيار الاميتر في النهايه مع زياده الجهد على الكوليكتور، تيار الاميتر جزء صغير جدا حيروح على البيز في حدود المايكرو امبير، والباقي حيروح بحدود الملي امبير. وين رايح؟ بهذا الشكل. هذا هو فكره عمل الترانزستور، وحندرس كيف نتحكم في من خلال تغيير تيار البيز اتحكم في تيار الكوليكتور او اغير في خصائصه. الان هذا المنظومه هي موجوده امامك، هي كلها بتصير في لمح البصر. ليش؟ لانه هنا عندك فورورد بايس ريفرس بايس، في عندي هنا ديبليشن ريجن حيتدفق من القطب الموجب تيار حيدفع الهولز في اتجاه مين؟ البي تايب. ولان البي تايب منطقه رقيقه وذات تطعيم صغير، فالتيار المتدفق هو تيار اي بيز صغير جدا، ولان هذا الكوليكتور عليه جهد سالب فحيسحب الهول ويساعدها انها تكمل المشوار وتخترق مين؟ الدبليشن ريجن، القطب السالب تبع البطاريه تبع الانحياز العكسي، حيعطي الالكترونات حيعطي الهولز الموجوده في الاميتر طاقه كافيه انها تتغلب على مين؟ على الدبليشن ريجن، فبالتالي بكمل التيار مشواره. هذا هو بالنسبه لي اللي هو فكره الترانزستور. اذا انت دققت النظر هنا انه سهم الاميتر
هو سهم سميك جدا، الكوليكتور ضعيف، وفي عندي الكوليكتور بنفس سمك الاميتر، الا انه تيار الكوليكتور يشارك ايضا في هذا التيار، تيار المينوريتي كارير، تيار المينوريتي كارير، هذا موجود سواء في بايسنج او ما فيش بايسنج. اوكي، اذا نستطيع انه نلخص الموضوع هذا عباره عن ثلاث جمل، انه both biasing potential have been applied to B and B، واحد انحياز امامي والثاني انحياز عكسي. الانحياز الامامي ايش حيعمل؟ حيدفع الهولز او الالكترونز في اتجاه البيز، البيز حيسمح بمرور عدد قليل جدا. الانحياز العكسي حيساهم في سحب الباقي. اوكي، فبالتالي large number of majority carrier will diffuse across the forward bias B and junction. النقطة الثانية، the sandwich layer in type material very thin and the conductivity is very low, so a small number of carriers will take bath to the B type material because it is high resistance. والجهد العكسي حيسحب بقية اللي هو التشارج في اتجاه هذا التيار. هيك انا بكون عملت دائرة تشغيل الترانزستور. وبالتالي طول ما الترانزستور شغال، طول ما في انا عندي تدفق من اي اميتر الى اي بيز زائد اي كوليكتور، العلاقة اللي بتربط الثلاثة مع بعض انه التيار الاميتر بيساوي تيار الكوليكتور زائد تيار البيز، سواء الترانزستور من اي نوع من انواع الترانزستورات المصنوعة. والتيار اللي انا رسم لك اياه هو اتجاه التيار الاصطلاحي، اي بمعنى هو اتجاه حركة الهولز، والذي يتدفق من القطب الموجب البطارية للقطب السالب البطارية. التيارات اخذت الاسماء حسب الاميتر، حسب البيز، حسب الكوليكتور. بتحط هذه المعلومة مهمة جدا، انه تيار البيز في حدود المايكرو امبير، اما تيار الاميتر والكوليكتور في حدود مين؟ في حدود الملي امبير. لذلك بكل اريحية تستطيع انك في بعض الاحيان انك تقول تيار الاميتر هو تيار الكوليكتور، لانه تيار البيز مهمل. الان ذا كوليكتور كارنت يتكون من شقين، الشق الاول هو تيار اللي جاي من الاميتر بسبب الانحياز، وفي تيار المينوريتي شارج كارير. تيار المينوريتي شارج كارير اللي هو سميته في الدايود الاي ساتوريشن، هنا بسميه اي سي او. ما معنى اي سي او؟ معناته تيار الكوليكتور عندما يكون الاميتر اوبن. ايش معنى الاميتر اوبن؟ لما يكون الاميتر اوبن سيركت. طب من وين اجى التيار؟ اجى من المينوريتي شارج كارير. هيك انت بتكون حطيت مفاهيم اساسيه، من ضمنها كيف بوصل الترانزستور، كيف يعمل الترانزستور، كيف يتدفق التيار، وتعرفنا على انواع التيارات الموجوده عندي، تيار القاعده صغير، تيار الكوليكتور يساوي تيار الاميتر، وفي تيار خفي سميناه تيار الكوليكتور عندما يكون الايش الاميتر از اوبن، يعني هذا تيار مش مسؤول عنه حدا، جاي من داخل نفس الماده وبدنا نعتبره نويز او ضجيج في المستقبل. والخطوره فيه انه تمبريتشر ديبندنت، يعني اذا انت عامل تطبيق حساس لدرجه الحراره فاعرف انه هذا حيلعب لك دور كبير جدا في تخريب ما يمكن من المعلومات، لانه حيشوش عليها، لانه اذا زاد درجه حراره حيخش على الخط ويخرب. لكن باطمنك انه كل الترانزستورات الحديثه الاي سي او لها قليله ولا تكاد تذكر وتهمل في جميع الاحوال. يرمز للترانزستور بعباره عن حلقه دائره طالع منها ثلاث اسلاك، في داخل هذه الحلقه يوجد خط سميك، هذا بنسميه البيز، هذا بنسميه قاعده، بيطلع منه طرف، هذا اسمه تيار القاعدة، ويوجد طرف على اليمين وطرف على الشمال. المهم واحد منهم له سهم والثاني بدون سهم. إذا كان السهم تبع الاميتر، طبعا اللي له سهم هذا الاميتر، اللي له سهم في اتجاه الدخول على القاعدة معناته ده بي ان بي. ليش بي ان بي؟ لأنه طالع من البي خاش على الان. إذا كان السهم طالع طلوع زي كده معناته البيز هي بي، وبالتالي الترانزستور هذا من نوع مين؟ ان بي ان. هذا الكلام بديك تبقى متمرن عليه كويس، تعرف ترسمها راسك من راسك، هاي الرمز هذا، لانه هذا رمز مميز للترانزستور. اي كتاب بتفتحه في هذا الرمز اعرف انه هذا ايش الترانزستور. الاسئله اللي موجوده في نهايه هاي المحاضره هي عباره عن اسئله مقاليه، كيف يعمل الترانزستور، اوصف حركه الهولز، تبدل الان بي ان والبي مكان البي ان بي، وارسم الانحياز تبعه. اتمرن عليها لانها تعتبر بالنسبه لك زي جدول الضرب لشق طريقك في علم الرياضيات. هذه المفاهيم الاساسيه هي طريقك لفهم مواضيع أكثر تعقيداً في موضوع الترانزستور. نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.